أهلا بيكم بعد الفاصل. بجد النهاردة حلقة مختلفة بالنسبة لي، فيها أبطال كبار لمصر في كل المجالات، لكن إحنا عندنا هنا في النادي الأهلي وفي حصاد الأبطال اتفقنا من أول يوم إن إحنا لازم نوثق أبطالنا. يعني إيه نوثق أبطالنا ونوثق تاريخنا؟ شيء مهم جداً. أنا زمان عن نفسي شخصياً هتكلم عن نفسي، زمان ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش الناس تعرفنا، الناس تعرفنا عن طريق التلفزيونات والجرايد والصحف، لكن كان في نجوم كبار في كل ألعاب النادي الأهلي أنا عاشرتهم شخصياً. وبطل النهاردة اللي معانا نجم كبير أنا عاشرته شخصياً داخل الملاعب، بس مش في الهاندبول، في كرة السلة، في الباسكت، اللي نجومنا حقين فيها إنجازات السنة دي ما شاء الله، إنجازات بدأوا يشتغلوا على إنجازات جميلة. بدأنا بالمنطقة القاهرة والبطولة العربية، وإن شاء الله تكمل إنجازاتنا. النهاردة هم بيلعبوا كمان مباراة في بطولة المرتبط، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. هنتابعها، هتبدأ المباراة الساعة 8 وهنتابعهم على الهوا هنا، ونقول نتائج أول بأول لفريق كرة السلة. بس عشرت النجم ده، نجم كبير في النادي الأهلي، حقق بطولات وإنجازات كثيرة جدا، كان بجد نجم بمعنى الكلمة، أخ لكل الرياضيين، صديق لكل الأبطال، لكل النجوم في النادي الأهلي، متواجد، اتولد وقعد وتاريخه كله داخل النادي الأهلي، وهو الكابتن هاني عبد المنعم، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصري في كرة السلة. خلينا نروح لقصة بطل، نشوف كابتن هاني عبد المنعم وتاريخه داخل النادي الأهلي، وترجع لنا مرة تانية. أنا اسمي هاني عبد المنعم، أنا كابتن فريق النادي الأهلي من سنة 89 لغاية سنة 96 لغاية ما اعتزلت. الحمد لله إحنا جيلنا، يعني كان النادي الأهلي قبل جيلنا ما كانش له تاريخ بطولات، إحنا أول جيل ابتدى يدخل بطولات مع النادي الأهلي، أخذنا دوري عام وأخذنا كأس مصر أكثر من مرة، وشاركنا في بطولات أفريقية كتيرة جداً. الحمد لله، يعني مثلت النادي الأهلي برضو في دورة الألعاب الأولمبية في سول، ومثلت النادي الأهلي في كأسين عالم، ومثلت النادي الأهلي في 5 بطولات أفريقيا، ومثلت النادي الأهلي في عدد كثير جدا من البطولات الدولية. إحنا طبعا كجيل كنا جيل محظوظ، إن يعني في أواخرنا كان الدنيا قدرنا إن إحنا نجيب بطولات بالنسبة للنادي الأهلي. كان عندنا اكتر من لعيب بيشارك في المنتخب القومي، كان عندنا محمد سيد سليمان برضو كان لاعب واخد هداف اولمبياد لوس انجلوس، كان عندنا مجموعه من اللاعبين الرائعين اللي شاركوا مع النادي الاهلي في صنع بطولاته. احنا متربيين جوه المكان، احنا الجيل، يعني انا عضو في النادي الاهلي من سنه 76، ابتدينا هنا من واحنا في مراحل الناشئين، اتربينا جوه المكان، حبينا المكان، احنا النادي الاهلي يجري مننا مجرى الدم، فدايما بنبقى يعني باقيين على مكاننا، وبنحاول دايما نشوف النادي الاهلي في احسن شكل واحسن صوره، ودايما بندعم كل الفرق المشاركه من النادي الاهلي في اي رياضات. احنا اجيالنا كمان اللي هي شاركت كلاعبا كان بيننا ترابط وتواصل طول الوقت ما بين كل الالعاب، مش بس كره سله، كان كره سله وفولي بول والهاند بول وكره القدم، كلنا مجموعه واحده، كلنا اصدقاء، اصدقاء عمر. ذكريات جميلة جدا مع فرق منافسة كانت شديدة جدا، يمكن لعبة كرة السلة لعبة المنافسة فيها أعلى من بقية الألعاب شوية، يعني ليه؟ لأن كرة السلة في جزء من اسكندرية، في أندية اسكندرية بيبقى مهتمين جدا بكرة السلة، فهتلاقي 3-4 فرق من اسكندرية جامدين، وفي في القاهرة برضو في الزمالك وجزيرة والنادي الأهلي، دول منافسين على أقوياء، فهتلاقي دوري كرة السلة دوري قوي، دايما حجم المنافسة بيبقى قوي أشوأ، يعني أزيد شوية من دواري الهاندبول ودواري الفولي بول. النادي الأهلي ده نادي عظيم جدا حقيقة، ونادي عظيم بأبنائه، يعني نادي عظيم بأبنائه، إن الناس اللي موجودين جوه النادي الأهلي كلهم ناس أفاضل محترمين بيحبوا المكان،
بيحبوه لبيتهم، ده زي البيت بالنسبة لنا، وإحنا كل اللي موجودين هنا أخوات. طبعا احنا داخلين في مرحلة انتخابات دلوقتي، نتمنى للناس التوفيق اللي هيخوضوا هذه التجربة، نتمنى ان هم يكونوا ربنا يولي من يصلح، ونتمنى ان كل الناس تتوفق وتبقى العملية سهلة وما فيش فيها اي خروج عن اي نص في اي حتة. نتمنى ان النادي الاهلي يفضل دايما سباق وفي الصدارة في المنافسات الرياضية، بنكسب في الملعب يعني برضو، عشان في بعض الناس بتقول ان احنا الناس بتجامل النادي الاهلي، لا الكلام ده مش صحيح، الناس بتكسب في الملعب، النادي الاهلي بيكسب في الملعب، بيكسب بعرق ولاده، احنا كشباب بنبذل مجهود جوه الملعب، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق وهو اللي بيجيب المكسب او بيجيب خساره. فاحنا النهارده نتمنى النادي الاهلي يفضل سباق، وان احنا ان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي ده موسم كويس جدا بالنسبه لفرق النادي الاهلي في جميع الرياضات المختلفه. نتمنى التوفيق والنجاح ان شاء الله. ابطالنا ونجومنا في كل الالعاب، كابتن هاني عبد المنعم صوره مشرفه جدا، وكل نجومنا زي ما هو بيقول كلنا اسره واحده، وفي الاخر فعلا النادي الاهلي هو البيت الكبير لكل اللاعبين دول اللي كان كله بيتواجد فيه. كلنا بنتمنى للنادي الاهلي التوفيق، ابطالنا القدام وابطالنا الجداد، وان شاء الله باذن الله دايما النادي الاهلي رقم واحد. خلينا نخرج لفاصل علشان نستقبل نجمنا الكبير بطل العالم في الرمايه مصطفى اشرف اورنج.